بسم الله. لو احنا عايزين نرسم هايت يكون سمكه في الاول مثلا 30 سنتي، وبعد كده بيطلع يبقى 20، وبعد كده مثلا 10، تمام. فممكن ترسم 3 حوائط وتقول له ده ارتفاع وده ارتفاع وده ارتفاع، تمام. بس في طريقة اسهل من كده بكتير، اللي هي ان انا هاجي هنا من عند الول واقول له ايه، انا عايز ارسم حائط ستاك دول. عبارة ايه عن ايه ستاك دول؟ ستاك دول بياخد الحوائط العادية ويحطهم في بعض، تمام. يعني لما اقول له مثلا عايز الحوائط دوت واقول له اديت تايب، هقول له اعمل لي دوبليكيت حاجه كده سبيشال، وايه اقول له اوكي، اقول له اديت، ده الاستراكشر بتاعه. تلاقي الخواص قليله، هو مجرد بس بحدد الحوائط الاولاني هيبقى ارتفاعه كام وهيبقى نوعه ايه، والحوائط الثانيه هيبقى قد ايه بالشكل دوت. هقول له بريفيو عشان ابقى شايف انا بعمل ايه، ماشي. ده الحوائط الاولاني 90 سنتي، وبعد كده الحائط اللي بعد كده بيكمل حسب الطول بتاعه، تمام. طيب هو اللي عايز حائط كمان، ماشي. ده بقى ليه هاي وده ليه هاي، والباقي هيكمل. يعني فرض مثلا ان ده متر وده متر، وانا برسم حائط ده في الدور كله، والدور كله مثلا 10 متر، تمام. دور 10 متر، فهياخد الباقي 8 متر، تمام. ممكن اقول له لا، خلي لي ده مثلا هبدأ أشوف الارتفاع بتاعه مثلا 3 متر مثلا، تمام. الفاريبل بتاع ده هيكمل معايا. طيب أنا عايز أغير النوع دوت عشان يبقى واضح مثلا بالشكل دوت. طيب أنا حاسس إن هو جاي بره خالص، هقول له خليهولي في السنتر، قول له كده في السنتر، تمام. ممكن أقول له اعمل لي ده أوفست مثلا 1، ماشي. طيب عكسولي اعمله فيلم، عكس لي ده برضه، تمام. تلاقي اليمين بقى شمال والشمال بقى يمين، تمام. طيب عايز يبقى ده هو ده المتغير، هاجي هنا اقول له ايه، خلي ده هو ده المتغير والباقي ثابت، تمام. طيب خلينا نيجي نرسم كده وول، اوكي. ابدا ارسم الول بالشكل دوت، تمام. او بيقول لي الحائط اللي انت بترسمه اصلا اقل من الاثنين اللي انت محددهم، الاثنين الاساسيين، تمام. فاقول له ماشي انا موافق، انا عايز ارتفاعه الحائط بتاعي يبقى ارتفاعه مثلا 6 متر، وابدا ارسم الحائط بتاعه اهوت. الحته اللي مبانتش ديت سهل، ده انا ابينها دلوقتي من هنا كروب فيو، اقول له ما تعمليش كروب فيو. طيب هدخل في 3 دي عشان نشوف الحائط اللي احنا لسه راسمينه. لا الحوض ده بقى ليه ارتفاع وارتفاع تاني وارتفاع تالت زي ما هنشوفه. ممكن نعمل اوديت بروفايل، اوديت بروفايل كأني بعمل فتحة مثلا، تمام. ممكن اعمل فيه اي نقوش زي ما انا عايز بالشكل دوت، تمام.